وفي عواصات القيامة الحوض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعوضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. واختلف أهل العلم هل الحوض خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إنه لكل نبي حوض، على قولين مبنيين على حديث، وهو أنه لكل نبي حوض، والحديث الذي يظهر والعلم عندنا لا يثبت، وبالتالي الثابت حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. أما أحواض بقية الأنبياء فالعلم عند الله جل وعلا، قد تكون لهم أحواض وقد يكون الحوض واحدا، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.